المدرسة التي تم زيارتها قبل يومين تبين هذه المدرسة مقصوفة منذ سنين ماضية، منذ عام 2006 أو 2005، لكن المدرسة لم وليس لدينا علم بأن هذه المدرسة مقصوفة. وجدنا بها آثار للقصف وتدمير الطوابق العلوي للمدرسة. المدرسة تطورت ونمت وكثرت عدد طلابها، بلغ أكثر من 800 طالبة. وهذه المدرسة يجب الاهتمام بها، يجب التوسع لصفوفاتها. كان موجود إصابات بالمدرسة، حوالي 3 إصابات، إضافة إلى توفي مدير المدرسة السابق، فولد شكوك لدى الأهالي ولدى تخوف لدى الطالبات الموجودات بالمدرسة. لكن إحنا من خلال زيارتنا للمدرسة وجرينا الفحص الإشعاعي لها تبين عدم وجود تلوث إشعاعي في المدرسة. فيما يخص الموضوع اللي انطرح مؤخرا في وسائل الإعلام عن وجود إصابات في ثانوية أول حزيران ثانوية أم عمارة، نعم يوجد إصابات بين الطلاب وبين الملاك التدريسي، ولكن الفحوصات المختبرية اللي أجرتها دائرة صحة دائرة بيئة ديالة والكشف الميداني باستعمال الأجهزة الحديثة المتطورة أثبت أنه لا يوجد أي إشعاع في المدرسة نتيجة العملية العسكرية اللي حادثة في خلال السنوات 15 السابقة. وإن شاء الله نطمن أهالي المحافظة أنه إحنا جادين بمتابعة واقع الأبنية المدرسية وإجراء المسوحات والكشوفات والفحص الدقيق لجميع الأبنية المدرسية بالمحافظة من أجل توفير أفضل خدمات لأبناء المحافظة.